والله ما عارف هوري له وش ازاي بعد الغيبه دي كلها. ده طول الوقت كان بيشتكي لي ان الشغل كتير عليه لوحده. معلش براضيه بكلمتين، ده راجل طيب ومش هيكسفك يعني. لما نشوف بقى. هو انت هتتاخر معاه؟ لا يا دوبك يعني هسلم الطلبيه دي واطمن عليه واخلص يعني. انت محتاجه حاجه؟ لا مفيش، بس اصل يعني توعدني بعزومه كده وشكلك نسيت. لا ما نسيتش يا ستي، اخلص واديك المكان اللي انت تختاريه. حضروا لي والنبي عشان بس مستنياه على نار. ماشي يا سلمى. ماشي. بقول لك ايه يا دكتور؟ هو انا ممكن يا اخويا اسالك سؤال؟ اسالي يا سلمى. هو يعني ابوك الله يرحمه لو كان مات موتة ربنا عادي وما كانش كاتب الوصيه لفاروق، كنت هتاخد الفلوس ولا انت رافض اصلا الفلوس الحرام؟ تنظف الفلوس الحرام وتبرع بيها للغلابة يا سامي، والبازارات كانت هتشتغل عادي بس الاثار كانت هتقف. بس كده يا سامي. والنبي عيني العقل، ده علمك انت ربنا هيكرمك ومن واسع كمان. اه والله بكره تقول سامي قالت. ربنا كرمني خلاص يا سامي. يلا عشان ما تاخرش. سلام. سلام يا اخوي. وز مصر والله. انت هروح اشتغل عنده في شركه السياحه. ايوه بزر، بس هو حد يشك فيك؟ هنروح في داهيه كلنا يا عم. خمسه ثقه يا عم، ما استغرناش بقى، نروح فين بعد كده؟ السلام عليكم. ياسين عايزك في كلمتين. عينيا جاك ضربه في عينك. انت مالك انت؟ عينيا ايه؟ يلا بزر. خلاص هروح اشرب حجرين معسل لحد ما تجيلي. انت يا اخويا ده مستحمله ازاي ده؟ حاجه ولا ايه؟ اه في اخويا غيران عليا وعامل لي بوليك، مش عايزين نبقى نمشي سوا في الحاره تاني يعني. بس انت خلاص بسيطه، مش لازم يعني. ماشي. المهم انا جايه بصراحه عشان اطمن عليك. عمك ايه الاخبار؟ والله لسه سامي مفيش حاجه. ان شاء الله باذن الله هيفوق وبراتك هتظهر قدام كل الخلق. ادعي لي يا سامية. والله ما بعمل حاجه غير ان انا بدعي لك يعني. اروح نشرب كوبايتين شاي ولا حاجه. جنتل وعسل. اخيرا هعمل العيله اللي كنت بحلم بيها، عيله فاروق الرفاعي. بس تفتكري بقى هيطلع واد بجد؟ ما قتلتش نسمة ليه يا فاروق؟ وقتلها ليه؟ انا بعد اللي عرفته ده المفروض اشكرها انها خلصتني من محمود من غير ما اعوز ايدي بدمه. بيني وبينك انا كمان اتفاجئت، حسيت كده ان دماغي عماله تلف. انا طول الوقت عامل حسابي على ان ياسين هو اللي عملها، ولازم يفضل ياسين هو اللي عملها. مفيش حاجه هتتغير، لازم تفضل مصدق ان ياسين هو اللي قتل محمود وهو اللي قتل عبد الحميد كمان مش احنا.